اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في فقرتنا الاخيره في حلقه النهارده نجومنا كابتن محمد عبد الجليل. مساء الخير يا استاذ. مساء الفل يا ابو الكباتن. ليا سؤال بس عند حضرتك. اتفضل يا فندم. اللي انا شفته في قبل ما نخش العاصمه، استاد العاصمه ده، ده جرافيك ولا حقيقي؟ لا ده حقيقي صح؟ ده صور من الطبيعه بجد. وبعدين انا يعني بقول موجود ده هنا، ده انا بقولهم كان حد طلع حاجه من الجراب. ادي حقيقه. بص احنا في المطبخ، انا حتى بقول على الهوا، انا حاسس بتقصير ان احنا يعني صح. في اطار يعني على مدار انشاء المدينه دي احنا ما كناش بنلقي عليها الضوء بصراحه. كابتن احنا من 20 سنه رحنا المجر، كنا في قريه اولمبيه زي كده، بس طبعا اللي شفته النهارده لا، اختلاف حاجه. مش بس استاد كوره على احدث طراز. انا شفت اللي هي الخرطوش دي، اللي هي الصاله بتاعتها. بص الماتيريال الشباب بيعيدوا اهو، حاجه بصراحه عظيمه جدا، ورابع اكبر استاد في العالم. بس هي فرقت على 253 كرسي بس. 700 كرسي عند استاد بوسيل. فاحنا هنحطوها، هنحشرهم ما تقلقش. لا هو نحشر ليه؟ ما العمدان، انت فاكر استاد ناصر كان العمدان دي لوحدها. بس انت بتتكلم كمان في مدينه رياضيه، مش بس استاد الكوره، عندك مدينه رياضيه كامله وسمارت كلها على احدث تراث. بص عامله ازاي. استاذ احمد الخضري طبعا يمسي عليك. اهلا اهلا استاذ شبانة وحبيبي عبد الجليل، بقالي كتير ما طلعتش معاه. حبيبي. هو بيطلع مع كابتن بشير على طول. ما هو خد بالك القطه ما يحبش غير خناقه. لا طبعا انا يعني طبعا حاجه جدا. بص المشهد من فوق عامل ازاي. بص بص يا بيه، دي حاجه طبعا حاجه تحفه، تحفه معماريه. بس طبعا بتكلفه كام بقى عشان برضو الناس تبعت؟ 2.8 مليار جنيه مفترض كده يعني. ده من 4 سنين اتعمل. طبعا النهارده خد بالك ان الكراسي لسه في ظل التضخم اللي موجود في الدنيا كلها والاسعار اللي بقت صعبه جدا. اضرب في 5، اضرب في 5 6 على الاقل. فبقى عندك منشاه النهارده بتكلفه الحمد لله كانت مناسبه، جاهزه لاستضافه اي شيء في العالم. تمام. يعني ده اللي مشجعك. هي بقى هي البدايه ده اللي مشجعك للدوره الاولمبيه 2036. طبعا لا هي. اي لا ده تنظم اي بطوله بس واي دورات اولمبيه، بس هي الفكره في ايه؟ ان انت الاستغلال الصح للمنشاه زي دي. ازاي نستغلها صح، وازاي الافتتاح لازم يتزامن بالجمهور. لازم ان شاء الله يبقى بجمهور جمهور جمهور يعني. وعشان الناس تبقى عارفه برضو انه فكره تسهيل النقل للعاصمه طبعا الاداريه. طبعا ده اللي اتكلم فيه. ده لا في بلان ضخم اتعمل. خد بالك إزاي؟ يعني انت خد بالك كل الشوارع المؤديه للعاصمه الاداريه حتى على مستوى العاصمه بتاع القاهره. لو انت تلاحظ حصل فيها تطور. يعني هتلاقي الشوارع بتاعت مدينه نصر ومصر الجديده والكباري ولا وتوسيع الشوارع لو انت ملاحظ البلان اللي معمول هيوصل لغايه جوه اخر 5 سنين ده لتسهيل كمان النقل للعاصمه الاداريه، مع المونوريل، مع المترو اللي هيوصل هناك، مع الكلام. فانت بتتكلم يا خضري ان الناس بس تبقى فاهمه انه مش قصه مدينه تستضيف بطولات، انت بتتكلم في اقتصاد. بتتكلم في سياحه، لان انت بتتكلم في اوتيلات بتتملي، تسويق، واللي بيجي ويتبسط وينبهر بيجي لك سايح بعد كده. يعني هو جاي لك الاول رياضي او جمهور جاي يعني مثلا افرض في كرواتيين جايين يشجعوا مثلا منتخب كرواتي، ان شاء الله يكونوا 500 واحد، ان شاء الله يكونوا 300 واحد. دول اصبحوا سفراء طبعا في المستقبل. انت قلت ان زلاتكو ده، انت زلاتكو بتاع كرواتيا ده اشتغل في الخليج كتير قوي، مدرب جامد قوي. ده حابب يجي من انه ما شافش مصر او ما جاش مصر بس يسمع عليه انه عايش في الخليج كتير. يعني انا اتمنى بس ان ايه، ان بجانب اعتماد الدوره طبعا من الاتحاد الدولي، وده هايل، ده بيديها بيقويها. بس انا عايز يبقى في تسهيل للجمهور، او يبقى في خطه للجمهور. البدايه طبعًا دايما طبعًا البدايات بتفرق، هو البطل القصه. البدايات بتفرق يعني. انا ما اروحش ده كله واروح الاقي 1000 واحد ولا 2000 واحد. لا انا عايز الاستاد يعني 40 50 الف، ولازم الجمهور يسهل للجمهور. وزاره الشباب والرياضه طلبت الجامعات، لا يعني في يبقى يوم مختلف ان شاء الله ليها، خصوصا الشباب والناس. خد بقى هو سموه استاد مصر. خد بالك الاستاد يعني بقى بتاعنا كل ده، استاد الناس كلها. فكل واحد رايح كمان عليه ان هو يفخر انه في منشاه بهذا الحجم وبهذا الجمال. انا ما اعرفش ازاي مستخبي كده. ده الدوره دي، ده الحمد لله ان الامارات اعتذرت بجد عشان واسمها كان حلو رائع. يعني دوره العاصمه الاولى او بطوله العاصمه الاولى، وان شاء الله هتتكرر لان هي دخلت في الفيفا، دوره في اجنده الاتحاد الدولي. واعتقد ان الاربع دورات اللي هيتعملوا غيرها. بص من فوق يا خضر عامل ازاي. يعني اعتقد ان الاربع دورات اللي معموله حوالين العالم دي ان شاء الله هتبقى احسن دور، لان عارف التنظيم كمان هيبقى. احنا لازم نروح الماتش كده. والله مغري، مبهر. والله مبهر. والله. وبعدين احنا كمان لما نروح، لان احنا زورنا استادات كتير على مستوى العالم. فانت هتعرف تقيم بجد الابهار ده شكله ايه يعني. الحاجه الثانيه انه انا دايما بشوف انه اي نجاح لازم يواكبه برضه نجاح في التسويق، لانه انت عشان ده اللي انا بقوله.
برافو عليك. لا لا لا، ده الاهم. عشان كده لما بشيد بالمتحده للرياضه انا بشيد بفكره شركه انشئت والنهارده بقت تاخد خطوات واسعه جدا جدا في التسويق الرياضي بشكل عام. تمام. ودي حاجه مش سهله، يعني مفيش نجاح لاي نادي في العالم كبير الا بالتسويق، يعني كنت بتكلم على اكبر استادات في العالم فلقينا منها مثلا استاد برشلونه بقى الثاني على العالم. ليه؟ اشتغلوا عملوا اكستنشن قعدوا يكبروا في كل ده بيماركت صحيح الملعب ويماركت الدخل بتاعه، ودي حاجه محتاجه تخطيط ومحتاجه شركات كبيره وعشان تجيب عائد، مش قصه بيماركت بيكبر والسلام. وبيكبر وعارف بيكبر وهيصرف كام ودخله كام. طبعا انت عارف حضرتك ان احنا شغالين كنا في سيتي واستادات، الناس دي شغاله بقالها 4-5 سنين على استادات مصر كلها. انما لا بص ده زي ده موضوع بقى تاني، ده مشروع تاني. مشروع انا بشوفه انه حاجه، يعني عارف انت مشروع استادات فكرته ايه؟ فكرته ان انت صنعت شيء من العدم. استادات الدوله كلها انت قلت طلعت من الجراب. ما هو فكره استادات ايه؟ انك عملت انديه جوه المحافظات كلها، انت عارف كل استاد بيبقى ضخم. هو ملعب كوره ومساحات كتير واسعه جدا غير مستغله. صحيح. ما بتخش استاد طنطا، بتخش استاد الاسماعيليه، بتخش انا رحت لعبت في جمهوريه شبين من 30 سنه. لما دخلت سيتي كلاب شبين الكوم، لا انا مش جوه شبين والله. يعني غير الاستاد نفسه بقى، انك بتاخد جزء مساحه من الاستاد بالزبط. وتصنع منها نادي اسمه سيتي كلاب يخدم بتاعت البلد المدينه. برافو عليك. وبدل ما تروح تدفع بقى 300,000 و400,000 و500,000 بتاخدها باسعار ميسره للاعضاء. فدي افكار انا بشوفها تحفه. حوالي يبقى الاستاد ده، عشان انا مش عايز حاجه تغطي على الاستاد ده. لا الاستاد ده حاجه، يعني حاجه مفرحه بصراحه. يعني مجرد استاد ومدينه، يعني حتى احنا لما نروح والالوان والنجيله ولا حاجه وما نروح نبص، احنا عايزين نعمل مره نتفق. والله ونعمل مره احنا الاعلاميين، يعني نروح نبص على المدينه كلها. تمام. يعني نتفق مع الناس هناك في العاصمه والمسؤولين هناك. يا ريت ونروح نعمل يوم. يا ريت نبص على برنامج، نروح نعمل تقرير وبتاع كمان. لا ونروح نبص على العاصمه كلها، يعني على المدينه كلها. المدينه الرياضيه كلها. طبعا هتنبهر يا خضري. لا حاجه يعني مش هتصدق. ده تنس، يعني هاندبول، سباحه، كل حاجه يا كابتن. كل حاجه على احدث طراز، حتى على مستوى الشبابي. يعني هتلاقي قاعات لمؤتمرات شبابيه، وهتلاقي حاجات للرسم، وحاجات للاطلاع، وحاجات للكتب، وحاجات للاطفال. يعني في هناك حاجات كمان خاصة بالثقافة المشروعات الشبابية، غير حتى الرياضة، يعني غير حتى الرياضة التنافسية. لا والله كل التحية. هتلاقي هناك حاجات يعني لما تشوفها هنكتشف حاجات كمان احنا مش شايفينها. حاجات تشرح القلب، عارف في بلد تشرح، يعني حاجات كده مشروع ضخم. انبسط. والله انت تتفرج عليها كده. يا رب بقى انبسط جوه الملعب الاخضر. احنا خلينا بقى ننتقل للملعب الاخضر. والكابتن عبد الجنة قالنا النقلة دي.